بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. نواصل مع فيديوهات القصور غير القابلة للاختزال. في هذا الفيديو 13 بإذن الله راح نحل معا التمرين رقم 29 اللي جاء في الكتاب المدرسي الجيل الثاني الصفحة 15. ها هو نص التمرين. قال لك نضع أ تساوي أن زائد 7 على أن زائد 1، يعني كسرة، كسرة البسط على المقام، حيث أن عدد طبيعي كيفي. صح. أولا عين في كل حالة من الحالات الآتية الكسر غير القابل للاختزال الذي يساوي أ. عندما تكون أن تساوي 9، عندما تكون أن تساوي 11، وعندما تكون أن تساوي 13. ثانيا بيّن أن أ تساوي 1 زائد 6 على أن زائد 1. وسادسا استنتج قيم آن التي يكون من أجلها أ عددا طبيعيا. صح. نبدأ بالإجابة على السؤال الأول. صح، يعني التعيين في كل حالة كسر غير قابل للاختزال. تعيين في كل حالة الكسر غير القابل للاختزال. نبدأ بالحالة، أي في حالة ما إذا كان آن يساوي 9. كيكون آن يساوي 9 واش معناتها؟ يعني في مكان آن نكتب 9، هذا مكان، في مكان آن نكتب 9، يعني أ يساوي 9 زائد 7 على 9 زائد 1، هذا مكان. في بلاصة الآن درت 9، نجمع الآن تساوي ماذا؟ 9 زائد 7 16، 9 زائد 1 10. صح. الآن نحسب البي جي سي دي تاع 16 و10. صح، نروح للمسودة. 16 تساوي 1 في 10 زائد 6، 10 تساوي 1 في 6 زائد 4، 6 تساوي 1 في 4 زائد الاثنان، و4 تساوي الاثنان في الاثنان زائد الصفر. إذن بي جي سي دي تاعهم هو هذا. صح. مادام هو هذا، واش نجي نقسم 16 على القاسم المشترك الأكبر اللي هو 2، ونقسم 10 على الاثنان، واش تعطيني؟ تعطيني 8 على 5. يعني هنا تحصلت في حالة ما إذا آن تساوي، كان تساوي 9، تحصلت على الكسر الغير قابل للاختزال. هذه الأول. نشوفوا في حالة ما إذا كانت آن تساوي 11. في حالة ما إذا كان تساوي 11. صح. يعني أ راح تساوي 11 زائد 7 على نفس الشيء، نعوض الآن ب 11 زائد 1، أي 11 زائد 7 تساوي 18، وهنا تعطينا 12. إذن نشوفوا في المسودة بي جي سي دي تاعهم، 18 تساوي 1 في 12 زائد 6، و 12 تساوي 2 في 6 زائد الصفر. إذن هذا هو البي جي سي دي. إذن 18 تقسيم 6 و 12 تقسيم 6، ومنه الكسر غير قابل الاختزال هو 3 على 2. إذن في حالة ما كي تكون أن تساوي 11، تكون على الشكل الكسر غير قابل الاختزال 3 على 2. إذن نواصل مع في حالة ما إذا آن كانت تساوي 13. آن تساوي 13، نفس الشيء، حاجة سهلة. إذن أ تساوي، نعوض الآن ب 13، 13 زائد 7 على 13 زائد 1، ومن 13 زائد 7 20، و 13 زائد 1 14. نروح للمسودة ونحسب بي جي سي دي تاعهم. إذا 20 تساوي 1
في 14 زائد 6، 14 تساوي 2 في 6 زائد 2، و 6 تساوي 2 في 3 زائد الصفر. إذن بي جي سي دي تاع 20 و 14 يساوي 2. نأتي الآن ونقسم هذا العشرين على البي جي سي دي اللي هو 2 و 14 على الاثنان، ومنه تعطينا 10 على 7. إذن الكسر غير قابل للاختزال لما تكون ان تساوي 13 هو ا يساوي 10 على 7. ثانيا قالك بين ان ا يساوي 1 زائد 6 على ان زائد 1، يعني ثانيا اثبات ان ا يساوي 1 زائد 6 على ان زائد 1. هنا نعطيك يعني بيناتنا لو جيت وحدت المقام هنا تاع الواحد واش راح يدير. لو حبينا يعني في المسودة هذه بيناتنا لو حبينا نوحدوا المقام تاع الواحد واش يكون يساوي، راح يكون يساوي 1 في ان زائد الواحد زائد 6 على ان زائد الواحد. يعني لو حبينا نوحدوا المقام هكذا راح تكون، يعني هكذا صح. ما نشوف يعني واش تولي لنا هنا، تولي لنا لو النحو الاقوس تولي لنا ا تساوي ان زائد 7 على ان زائد 1. اخي هكذا صح. يعني لاحظ هذه كي وحدنا المقام وين رحنا، يعني منا رحنا لهنا صح. يعني هكذا هو السؤال، السؤال راه يحوس عليك من هذه تروح لهذه، هذا هو السؤال تاعنا، متفاهمين صح. اذا روح احنا يا سيدي معليش. اذا واش عندنا؟ عندنا ا تساوي ان زائد 7 على ان زائد الواحد تساوي، باش نرجعها هنا ان زائد 1 واش لازم ندير؟ باش كيما وحدت المقام لازم ندير ان زائد 1 زائد 6 على ان زائد 1. يا اخي كيما درت يعني وحدت المقام برك تاع هذه تساوي هذه صح. يعني هنا واش راهم يحوسوا علينا؟ راهم يحوسوا علينا ننطلقوا من هذه نخرجوا في هذه، هذه هي الخدمه درك صح. اذا لو جينا وفككنا المقام مثلا نقول لك 3 زائد 5 على المقام 6 تساوي 3 على 6 زائد 5 على 6، هذا هو واش نقصد به كلمة تفكيك المقام صح. إذا واش تساوي لنا؟ تساوي لنا ان زائد 1 على ان زائد الواحد زائد 6 على ان زائد الواحد، متفاهمين؟ أي ان زائد 1 على ان زائد 1 عدد على عدد متساويين، نقول لك 6 على 6 تساوي 1، مليار على مليار تساوي 1. اذا واش تساوي لنا؟ تساوي لنا 1 زائد 6 على ان زائد الواحد. لاحظ منين انطلقنا؟ انطلقنا من هذه وجينا لهذه خرجت لنا النتيجه هذه، هذا هو بين يعني الاثبات، متفاهمين صح. هنا رانا كملنا مع السؤال الثاني. السؤال الثالث واش قالك؟ استنتج قيم ان التي يكون من اجلها عددا طبيعيا. اذا نقوم باستنتاج، تكتب هنا استنتاج قيم ان التي يكون من اجلها عددا طبيعيا. اذا اعزائي التلاميذ حتى يكون هذا الا عددا طبيعيا واش يجب ان يكون؟ يجب ان يكون حتى يكون ان عددا طبيعيا، اذا لازم هذا الان، هذا الان زائد 1 اللي راه في المقام لازم يكون من قواسم 6، لازم يكون من قواسم 6. لازم باش يكون ان عددا طبيعيا
لازم كي نقسمو 6 على ان زائد 1 الباقي يكون صفر، ما فيهاش نقاش. اذا حتى يكون ا عددا طبيعيا، عددا طبيعيا يجب أن يكون ما معناها؟ يكون ان زائد واحد من قواسم 6. كان اللي يقول شنو هما الاعداد الطبيعيه؟ الاعداد الطبيعيه ان تساوي اي من الصفر الواحد الاثنان ثلاثه وهكذا، هذه هي الاعداد الطبيعيه، صح؟ اذن هنا لو جينا حوسنا على قواسم 6، قواسم 6 وشن هي؟ قواسم 6 هي، قواسم 6 نعرفها باللي هي الواحد والاثنان والثلاثة والستة، صح؟ إذن نعوضوا الآن بالواحد ونعوضها بالاثنان وبالثلاثة وبالستة، صح؟ أنت لا عفوا لازم نحطوا أن زائد واحد تساوي واحد، وان زائد واحد تساوي اثنين تساوي ثلاثة تساوي ستة، وعليه ان المقام زائد واحد لما يكون يساوي واحد، اي واحد لما يكون ان زائد واحد، واش تولي لنا هنا؟ يعني هنا لو درنا ان تساوي ماذا؟ تساوي واحد ناقص واحد، يعني هذا الواحد يروح الجهة الاخرى تولي ناقص واحد، ومنه تساوي ماذا؟ تساوي الصفر، أي أن يساوي الصفر، صح؟ يعني حال هذه يكون أن يساوي أن زائد واحد يساوي واحد، الآن تأخذ الصفر، أو ما يقولوش هو يأخذ قيمة واحدة، يأخذ ان زائد واحد ياخذ يساوي واحد، او يساوي اثنان، او يساوي ثلاثه، او يساوي سته. اذن او ان زائد واحد يساوي الاثنان، ان يساوي اثنان ناقص الواحد، اذن هنا كذلك نكتب او ان يساوي الواحد، نفس الشيء او ان زائد واحد يساوي الثلاثه، ومنه ان يساوي ثلاثه ناقص الواحد ثاني كيف أو أن يساوي الاثنان، أو أن زائد الواحد يساوي ستة، ومنه أن يساوي ستة ناقص واحد، إذن أو أن يساوي خمسة. يعني القيم التي تأخذها أن، أي قيم أن هي ماذا؟ هي صفر واحد واثنان والخمسة، حتى يكون هذا الأ عددا، يعني القيم التي تأخذها أن حتى يكون من أجلها أ عددا طبيعيا. أعزائي التلاميذ، إلى أن ألتقي معكم بإذن الله في فيديو مقبل، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.